بعد الضجة اللي صارت بسبب سقوط الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على مسرح جرش بالأردن أثناء إحياء حفلة، خرجت ماجدة بأول تعليق لإلها بمنشور كتبته بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت: شكرا جرش، شكرا الأردن على كل هالمحبة. من جهة أخرى، وبعد انتشار فيديو بياناتي ماجدة فاقدة لتوازنها وأغمي عليها بسبب هبوط الضغطة، تعاطف عدد كبير من الفنانين مع ماجدة وكتبوا لها كتير عبارات داعمة. نذكر منهم الفنانة أحلام يلي كتبت: يهنينا بسلامتك يا عظيمة، ماجدة الرومي انت بقلبنا كلنا ومندعي لإلك لأنك قطعة من القلب، أنا بحبك كتير. بدورها كتبت الفنانة المصرية يسرى: الحمد لله انه انا اطمنت عليك وانك بألف خير، الله لا يحرمنا من صوتك ولا من وجودك بحياتنا. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.